في معلومات عندك لهذه الحسابات أو حسابات خاصة بحكم المعلومات الموجودة؟ لك بالقراءة، بالقراءة يلي بتعمليها، بتعرفي من شيء أكثر من سنة كانوا يقولوا إنه ما في انتخابات نيابية. صحيح. لأنه هاي أخي تكيت لما كنت يعني أنا كان استنتاجي إنه لا أكيد في، وكنت حاسم لأنه كان في قرار دوري. ليش عم أقول هيك؟ بالانتخابات الرئاسية صاروا الكل عم بيقولوا لا، مثل ما صارت وكنا عم نقول بالانتخابات النيابية يعني هاي بتكون الانتخابات الرئاسية لأنه في قرار دولي. لا، في نوع من الإعاز الدولي بس ما في قرار دولي. اعتقادي نعم يلي موجودين يعني النفس الدولي نعم كان أنه مرجح كتير نروح على الفراغ الرئاسي، أرجح اللبنانيين بده يروحوا لهونيك. أكيد نتمنى أنه تكون القصة تصير الانتخابات بموعد الدستوري. مش هيك عم لك بهيدا الموضوع في اختلاف كبير بالموقف الدولي او الموقف القرار الخارجي ما بين هيديك وهي، هي مسألة تانية. نعم. هلا بهيدا فاذا اللي برا او يلي عم بيتابعوا الموضوع، رغم انه انا مثلا قدامي يمكن السفيرة الفرنسية أنجريو كانوا يلي هني انا برأيي عم بيتعاطوا بالملف اللبناني مش بخبرة كبيرة، يعني بشوية سطحية او شوية هالقد إيه، لما بيقولوا انه مثلا عم بفتشوا كانوا عن شخصيه ماليه، انه ممكن تكون ماليه تكون، وكانوا جديين مع بتاع. انه الرئيس ما بيحق له، ما عنده صلاحيات يكون يعني اذا ماليا انه ليه إيه، بس انه يعني الصفه تبعه بتساعده لانه ينقي فريق عمل لتروحي. وهلا بقولك يعني الموضوع الرئاسي مختلف لقدام، بس انه هيدي انك لا تقدر تاخذ حدا من المجهول وتقول له تعال ونشوف فيه البقاوي، يعني في اشياء فيها نوع من البراءه، يعني كان فيها نوع من البراءه عند الفرنسيين ما عندهم فريق عمل. سالت انا يومتها، سالت يومتها للسفيره جريو قلت له عم تقصدي انت سمير عساف؟ قال لا نحن ما عندنا مرشح. بس لكن نعتقد انه ممكن تتكرر تجربه ماكرون عندكم، يعني رئيس يجي من المجهول بالموضوع السياسي والرئاسي، كيجا من المجهول مع انه كان وزير ووزير بس مال. في ورا حزب يعني بالنهايه عملوا حمل حزبه واجا دغري ووصل انه ممكن تتكرر هاي التجربه عندكم. انا بعتقد لا، يعني شوي مبسطتها بالموضوع نظام غير نظامنا بجميع الاحوال، بس ايه بس انه يبرز انه يكون عال. بس ليه برايك بسيطه؟ لانه برايك عم بحطوا شخصيه وبيسقطوا عليها المواصفات اللي بدهم اياها، ولا عم بحطوا مواصفات وبيبرموا على الشخصيه؟ هذا سؤال يمكن افضل. شو يعني رئيس جمهوريه اللي جاي؟ انا برايي كل عمره رئيس جمهوريه قبل ما يجي بيكون في عنده مواصفات وظيفه. نعم مزبوط، نحن منا بالجمهوريه الاولى، بس كلمه عهده صحيح هي بالجمهوريه الاولى، بس لكن مش كتير غلط، لانه هو بالاخر بدير هذه الدوله. شفنا نحن مع الرئيس عون، انت بتقدر بتديرها او بيكون براتها او بتكون يعني عندك قدرتك. ما كل عمره ليش اصلا رئيس جمهوريه بال قبل الطائف ايه بالجمهوريه الاولى، انه ليش مزبوط كان عنده صلاحيات بس انت استعملها؟ ما في استعملها لانه في عندك توازنات على الارض 100% وتكب يعني مكبلينهم ببعضهم. رئيس الحكومه ما نزل الجيش بال 75 وما نزله، رئيس الجمهوريه كان اوكي بس ما قدر، ما بيقدر يعمله. بتقولي بركي رئيس جميل كان ايام حرب، بس قبل تطلع قدام، قبل اذا كان، بس لما بيكون الرئيس عنده حكمه قادر يوسع اجنحاته، يعني ايام فؤاد شهاب نعم طيب، بس كان يقدر يشارك الكل، يطلع بالتوازنات على الارض ويقدر يشارك الكل. قام ايامته لما سقطوا له كمال جنبلاط وراحوا يسقطوا ريمو قدي، قام ايامته انه بدي اياهم جوا، لانه اذا كانوا جوا فريق عمل اكيد بيكون مجلس النواب بدي هذا الموضوع تمشي، يعني بيفهم طبيعه التركيبه اللبنانيه. نعم حتى هلا الرئيس مزبوط في صلاحيه طلعت عنه، بس بالاخر يبقى هو راس هذه الدوله حبينا او ما حبينا. لذلك لنوصل لموضوعنا، رئيس الجمهوريه بيضل يحدد بالاخر شو وظيفه لبنان للمرحله الست سنين لقدام. مع ميشيل عون كان واضح، هو اعطاء تكريس انه توازنات جديده بالمنطقه بعد واقع جديد بسوريا. نعم اجى حليف حزب الله رئيس جمهوريه في لبنان، وكان قبل مطروح سليمان فرنجيه حليف حزب الله للانتخابات في لبنان، فاذا كان في تاكيد لهذا التكريس، وايضا كان معطى الدور تبعه اعطاء الثقه للمسيحيين. هلا بعدين صارت مصاري اضطربت مساله ثانيه للبقاء في هذا الموضوع وسط العواصف يلي موجودة. رئيس الجمهورية اللي جاي شو وظيفته؟ أنا برأيي يلي هي رح تكون وظيفة كتير مهمة لإله للدولة. أولا أنت عم تحكي مع إعادة تكوين واقع لبنان
وسط التغيرات الكبرى الموجودة الإقليمية الموجودة تحديدا كذا بدي كمان بسوريا وبالمحيط يعني نعم. من محيطك هونيك عم نشوف في صورة جديدة. وبالتالي أي وظيفة للبنان موجودة هون هي وظيفة أنك أنه يقدر يؤدي هذا الرئيس تواصل ممتاز وجيد بينه وبين العالم الغربي وبينه وبين اللي انقطع مع الدول العربية مع المحافظة على الواقع الداخلي. يعني مثلا حجم حزب الله ما فيك تقولي عنه بالانتخابات 2016 كان حجم حزب الله كتير كبير نعم لأنه الظروف كانت مختلفة. وبالتالي هو سمى وفرض نعم. رغم أنه كان في معارضة وفرض بالألفين وكان في اتفاق دولي ما فرضوا الاتفاق الدولي يعني بعدين عمل فرضوا داخليا عمل اتفاق مع الدول العربية بتذكري يوم مثلا المحافظة على اتفاق الطائف طلع قالوا جمال نسيلة من المطلع وأيضا عدم اللعب كانوا موجودين هودي. هلأ برأيي في برنامج عمل آخر يستند على ماذا؟ قلنا بالأول هو إعادة وصل من قطع مع الدول العربية مش هناك أنا ما بستبعد إعطاء دور متقدم أو إعادة إعطاء دور للسعودية لأنه السعودية ستكون هي تفتح مع أبواب الخليج من أجل مساعدات نحن بأمس الحاجة لها ما تحكى بعضنا أكيد. واثنين للتمسك باتفاق الطائف لأنه رايحين نحن على مؤتمر ما بدي أخلطهم مع بعض بدي أقولهم ورا بعض بدنا ننتقل بعدين للمؤتمر ورا بعضهم. وثلاثة هو التعاطي بشكل قوي مع صندوق مع نقد. المؤسسات يعني الأمم المتحدة من خلال الأمم المتحدة من خلال صندوق النقد ومش هناك أنا كنت أقول وبعدني بقول رح ضلني بقول رح يكون في نوع من الوصاية غير المعلنة غير المكشوفة من خلال صندوق النقد أو الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي عبر صندوق النقد كمان ما نضحك على بعض في إعادة بناء لمؤسسات الدولة سيشارك فيها صندوق النقد من خلال هلأ عم نشوف البرنامج اللي عنده هودي كلهم سوا متروكين لمين لرئيس الجمهورية اللي سيكون رئيس لا يشكل حساسية لحزب الله أو يعني خطر على وجوده وعلى مش ما عنده ما بيفتح باب أو ما بيصير يعني تقولي عندك أسئلة أنه في مؤامرات على حزب الله لا هذا مش راح يصير. لكن بالوقت نفسه إعادة تنظيم الوضع الداخلي للدولة اللبنانية بشكل يكون ممسوك المؤسسات تبعها وأيضا يقدر يصير في تواصل غربي يعني أمريكي فرنسي أوروبي إلى آخره هذا أكيد.